ممكن يجي لي المعاكسه من اكونت عادي، حد باسمه بصورته بحياته، وده غالبا ما بيكونش موجود قوي، موجود بس مش الاكتر. بقى لو في كلام زياده، لو في معاكسات صريحه، بتكون من اكونت مزيف. انا اعمل ايه؟ اعمل بلوك بيطلع لي من حته تانية، احمي نفسي ازاي؟ يعني الدنيا تكون ماشيه ازاي؟ هو في البداية بس أنا كنت عايز أعقب على الدكتور، كانت ذكرت التحرش اتفضل. بالنسبة للستات، وكان أستاذ استاذ أشرف اشرف طبعا علق على إنه للرجالة. أنا طبعا بقول أنتوا ليه أغفلتوا الأطفال؟ اه لأن ده أكثر كميات تحرش دلوقتي، بالاطفال وأكيد أستاذ أشرف يعرف الكلام طبعا. ده. الأطفال ليه بقى؟ بغرض التحرش الجنسي، وبغرض إن هو الحصول على مقاطع جنسية لابتزاز، سواء بقى في حالة إنه يبتزه علشان يحصل منه على فلوس، او في حاله ان هو بيحصل على المقطع الجنسي علشان يحطه على احد المواقع علشان يبتدي يروج. يروج له ويسوق له. صحيح وده بقى المنتشر اكتر من التحرش للرجاله والستات صح الطفل غير مدرك بالظبط. وللاسف كمان ان في بعض الاحوال الطفل بيندرج، ودي اه الغالبيه العظمى، خوف ان هو اهله اه يعرفوا وتحصل مشكله، بالظبط وبتضغط عليه فبيتم. باساليب بسيطه. مظبوط اما في مظبوط الحاله اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي، ففي اجراءات كتيره جدا بتتعمل. لو حضرتك عامله الاعدادات السليمه للحساب بتاعك، الحاجات اللي هتجيلك بالمنظر ده اكيد هتيجي من اشخاص، مش من الاشخاص الاصدقاء، أكيد. اشخاص ما تعرفهمش. فده بيبقى موجود في الاذر، مش في الجزء اللي بيجيلك انك تقدري تشوفيه على طول وسط الرسائل. بخلاف طبعا حضرتك تقدري تعملي بلوك، بس الناس اللي بتعمل بلوك يا ريت تخلي بالها أيوة انها تعمل بلوك لحاجتين: إيه بقى؟ بلوك للحساب وبلوك على الماسنجر. لان آه بلوك الحساب او الاكونت مختلف عن، انا ممكن اعمل لك بلوك للاكونت، إيه ده جديد؟ لا طول ده عمره طول موجود. عمره كده؟ أنا معرفش. يعني انا مثلا على سبيل المثال تواصلت مع حضرتك بطريقه شيك بنتكلم على فيسبوك مثلا، على أوكي الفيسبوك تحديدا، آه وقلت لك على فكره انا عندي سؤال، وسالتك سؤال بجد، وجيتي بعد كده يعني تطاولت معاكي بالالفاظ، فرحتي عامله لي بلوك على الاكونت. على انا الفيسبوك هفضل ابعت لك على الماسنجر، بس ما لانك يوصلش مهندس لا انت الغريب. عملتي لي بلوك على الاكونت، بالتالي الماسنجر فيه تشانل مفتوحه ما بيني وما بينك، انت عملتي لي بلوك على الاكونت، بس احنا كنا اتكلمنا على الماسنجر، فيفضل الماسنجر مفتوح ما بيني وما بينك. اقدر ابعت لك تاني لغايه اما تعملي على تعملي لي الاثنين. بلوك تاني على الماسنجر. طيب جينا انا من اول مره بعت لك على الماسنجر وانت عملتي لي بلوك على الماسنجر، خلاص خلاص الماسنجر قفل، اوكي بس اكونت الفيسبوك عارف مفتوح، اشوفك يعرف يشوفني يشوف حاجتي بالظبط اذا انا كده، طبعا مش عامله وبالتالي برايفت. البلوك لازم يبقى على المكانين. بخلاف طبعا زي ما قلت لحضرتك، الرسائل بتيجي في حته تانية غير الرسائل اللي معتاد انك بتشوفيها. وبعمل ريبورت. للاسف الناس بتعمل بلوك وما بتعملش ريبورت. يجب ان الشخص لما حد يبعت لي حاجه مسيئه اقدر اعمل عليها ريبورت. ريبورت اتبعت لفيسبوك. الريبورت ده انواع كتيره جدا، بحيث ان انا عملت ريبورت وبلغت وعملت بلوك. جه الشخص ده عمل مضايقه ليا تاني لشخص مختلف، بلوك وعمل قبليها ريبورت، هيتعرف مع كده عند الوقت فيسبوك الفيسبوك يقفله. هيقفل الاكونت بتاعه. طيب ما هنا بقى بيقفلوا الاكونت بتاعه، هو بيدخل من اكونت مزيف. ما حضرتك في ناس قاعده شغلتها الشاغله انها تعمل اكونتس فيك، بالظبط ودي كده. ناس مش هنقدر نوقفها. الانترنت بمثابه شارع. حضرتك النهارده ما تقنعنيش ان مفيش ستات بتمشي في الشارع بتتعكس 20 مره وهي ماشيه، ده امر طبيعي. مش هتمشي في الشارع ولا هتعمل ايه؟ مش هينفع ان كل واحد هيقول كلمه هاخده اروح اعمل له محضر اقضي حياتي كلها في الاسم بعمل محاضر بس للناس. انا زي ما قال الاستاذ اشرف كنا خارج الهوا، يعني انه انا في الشارع ده مكان عام، انما الفيسبوك وانستجرام ده خصوصيتي، طبعا ده بيتي. والله طبعا الكلام ده ده بيتي كان يا فندم خصوصيه، واوضتي لا كان وقعدتي خصوصيه في وجود الانترنت وتسريب البيانات والاختراقات اللي بتحصل للمواقع، واخرها لسه الفيسبوك 419 مليون رقم موبايل لناس في امريكا وفي انجلترا وفي فيتنام. مليون، بيستخدموا ارقام 19 مليون مهمية. اتسرقوا من حسابات الفيسبوك، وقبلها فضائح كتير، فبياناتنا بقت على الهواء. تمام. هو الفرق ما بين شخص واخر على الانترنت، واحد لابس بدله وكرافات وواحد لابس تيشيرت وبنطلون قصير او شورت، ده الفرق. كل واحد بيحاول على قد ما يقدر يحد من كم البيانات اللي هو بيحطها، ولكن في الاخر المكان اللي انا بحط عنده بياناتي ده وارد ان هو نفسه لو طلع كويس وتمام وما سربش بياناتي يحصل عليه نوع من انواع الاختراقات وبياناتي تتسرب. فالتعامل مع الانترنت انا في الشارع طيب زيه اذا زي انا الشارع. حضرتك قلت ثلاث حاجات مهمين جدا. اولا حسابي يكون الخصوصيه فيه مظبوطه جدا وقافله كل حاجه، طبعا استعين بحد، لازم نستعين بحد ونسال حد متخصص. تاني حاجه بلوك على فيسبوك وبلوك على الماسنجر او الرسائل الخاصه اللي تبعت لك عليه. مع نقطه طيب. هامه جدا فضل. خاصه كمان بالاطفال. الاطفال طبعا واكيد كلنا شفنا الايام اللي فاتت فيديوهات منتشره لطفل كان بيستخدم لعبه ولقى حد بيكلمه، بغض النظر عن تفاصيل الفيديو ده لان انا برضو مش مقتنع بيه 100%، ولكن الرقابه الاطفال بتستخدم الاجهزه الالكترونيه دون ان تدري التعامل السليم معاها، وبتبتدي تدي سماحيات للمايك وبتدي سماحيات للجهاز ده انه ياخد صلاحيه على الجهاز يسمع ويشوف ويعمل كل حاجه، وبتسهل عمليه ان انا
استدرك طفل بشكل او باخر وابتدي اتحرش بيه باي نوع من انواع التحرش. الهدف يا اما بيبقى فلوس زي ما قلت حضرتك، يا اما استغلال المحتوى والمقطع. وعايز اقول لحضرتك ان في ضحايا كتير لاطفال بتصل لسن 14 سنه بتنزلق ورا الموضوع ده. طيب.